عليكم تحية للمشاهدين في مكان في الضيافة الأوروبية في المغرب، وكنقول لهم شكرا شكرا على التعليق الزوينة ديالكم، وشكرا حيت باركتوا لينا. صراحة التليفون ما كيتحيدش لينا من 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 الودن كاع، وبشركم مبروكة، والله يجعل سيدي ربي يدخل عليكم هذا العيد بالصحة والسلامة وطولة العمر وباش كتمناو. وصراحة راه كيما كتبغيونا راه حنا كنبغيوكم، وكنشكر كاع اليوتيوبرز اللي صوناو علينا وباركوا لينا على قبل الكود. هذا الوالد راه عندهم يقول بحكم الوالد عندي انا عزيز على هذا الشيء كنقول له عيد. هذا هو الحب ديالي انا. والله العظيم مكتوب الله. شكون وليداتي يا بنيتي كيديري شويه لاباس عليكم، هانيين على خير وبخير. كما تشوفوا بكم الجزائر الهرقاوي هو جاء المرأة طيبة في الكوزينة. ما كان ما خلينا نخدموا. الله يرحمها ويعيش لها. هذه الباقي سمحوا لينا احنا ما قدمنا لكم واحد الفيديو معنا 27 كنا ملايين شويه الله يعطيكم الرضا ويهون عليكم وذبحنا واحد الذبيحه. ايوا راكم عارفين عطينا منها شويه للاحباب وشويه للجيران وشويه واللي بقى كلينا من شويه واللي بقى نقدموا لكم هذه الليله هذه ان شاء الله. شنو تقدم الوداد النهار؟ الشكل النهار ديال الفتح هذه اللي قدام هنا. نقدم لهم القطبان ها هما. اسيدي الله يخليك. القطبان نرطب غير الحاجه اللي زوينه. هذه الطحاديه هو. ما كناش القطبان ديالي راه ما عمره ما شاد حتى شي حاجه. القطبان واش تشد قدامك هنا مثلا؟ وهذا شو هذا دي يكون شو هذا هي ويلات ونكلا هذه هي هذه هذه راه راه هي يمكن انا نقرا هذه مثلا فاش نقرا لا حنا راه نجيبك هذه ديالي انا حنا حتى هي غتكون معايا كاع غادي دير مع تحدي في الخطبه ماشي ما تخدمش ما تخدمش والو غنكون يمكن غنكون واحد غنكون ربعه عمرت واحد غنعمر ربعه هذاك خاصي حنا غنشوفوا عندنا غير الوالد مشى عاوتاني لا بسم الله هادي اسيدي ما عندناش شويه ديال الثومه ما تتكسرش الثومه ما نساش الوالد رمضان هذا ما كنديروش الثومه هذه الثومه ما عندناش اسيدي صبر الله عليك وصافي ما عمرش كنا في الكوزينه عندك ما عند رغب ما راه كنت فيها يعني كوزيني غا وليت تفيرميت وصافي هذا بسم الله هذا الكامل حيدي لي هذا تعاوني شوف غير المقادير واش دابا واش عندك شي مقادير داك الشيء انت ميزانك وصافي ايوا عندي المقادير قال عندي العبر في الدماغ ديالها خرطوم هي هذا خرطوم اسيدي الله يعطيكم الصحه وصافي الوالد تيصايب هادشي بالمساعده ديال رشيده وصافي صافي خلاص متواجده معنا الله يبارك فيك هذه الحميره هذه غير تتحمر تدير الدجون وصافي الحميره الوالد قال تيعاود تيقول لكم لا ديروا غير شويه راه ما غير شويه هذا تعطي له اللي سميتو هذا هذا الغزال ما خويت منه الزمان ما يجيكم حار ولا لا تجي بغا الحار تزيدو. غير الحر باش تاكلوش. لا بزاف. ها الحر ها. ها وي هاد الحر لا هاد الحر عندي من غير. سي سي من رويد رويد عندك ناضي يا شيخ الله يبارك فيك. الصحة الملحة. ضروري الملحة. هذا زيت بلدية. ناهي. اسيدي درو زيت البلدية فيها رويد. هذا تجي منين بالزيت البلدية. تقريبا كاس ديال الزيت ياك ولا ماشي كاس ريح كان. شوية. راه في الشحمة دير شويه من الحراره هكذا بيدي غندير له العميه هي ما سمحوا لي هذه راه ما غادي تخلط هذه ايه بارك هذه ما عندكش فين تخلط هذه فانيو كبير عمي فانيو كبير وي هذا الوالد راه عندهم يقول بحكم الوالد عندي انا عزيز على هذا الشيء كنقول له عيد هذا هو الحب ديالي انا والله عادي مكتوب الله سيد الله يعطيك الصحة والصحة شكون ما اختار الوالد ملي كتجاوب الحب يا حيا يا تكما زعفران لا هذا ما نخافوش لا واحد والو واحد شوية لا عمي زعفران كيدس انا قلت لهم عمرنا حنا ذبحنا انا غير مؤخرا حتى مشيت من هنايا حتى هنا بصراحه ذبحوا الصلخ
اما بالنسبه للعيود مر الوالد خلانا الصراحه زعما بقيت نتكلم في راسو يقاد راسو واحد العام هذاك العام اللي مرضت هنايا ما عرفش حسن مسكين ما يدير كاع بقى فيا بقيت انا مريض وانا تنبكي والله الا مازال عاقل والله العادي مازال عاقل على ذاك العام ما عرف ما يدير ما عرف ما يبكي ما عرف ما يصير ما عمره مسكين هو دايما طير داك الشيء شوف داك الشيء راشد كي جا الشيء الصراحه يا سلام هذا الشيء هذا هذه الشحمه هذه تندير وحده الحمام تحدث حمام اللي تقدر تحمام واللي ما تقدرش تندير له غير الحمام بحال هكا شي عارف دابا شنو كاين كل واحد شنو تيبغي كل واحد اش يبغي في الدار اللي بغى شي حاجه تندير هذه الله يعطيك الصحه وصافي دابا شنو غادي نخليو داك الشيء الوالد يدير القضيه ايوا هادشي يكون نص ديالي ان شاء الله ونص ديالك شنو راه باش نتعامل دابا تنشرطوها رشيده يلا قربني هاد الحمام هذا راه ما غير نعاودك واقيلا بنتي انا غنعاودك لا بسم الله كتشوفوها حنا مع رشيده دابا غادي نخليوها تقرب للحم الوالد مشى يستريح بما يرجع ويشوف التقرب ديال اللحم والمسائل نخليو رشيده تقرب للحم وغنجيو عند الوالده وحنا نشوفو ما انا ما بغيتش نهضرو كاع والله لا علينا واقيلا علينا وتكتكين السلام عليكم بنياتي وليداتي لاباس عليكم كي دايرين كي درتو مع الصريحه وليداتي كاملين واش فرحتوا مع امكم حليمه راه جاها الكود وفرحوا معايا فرحوا معايا بزاف بزاف وليداتي كاملين بنيات وليدات المهم كاملين المجموع يعطيك الصحه الوالده اكيد الجمهور ديالك يفرح معك الوالده تيفرحوا معايا ديما ولدي ورحنا فرحنا ورحنا ذبحنا الذبيحه وعطينا للجيران شويه كما قال خالد محمد ايوا رحنا فرحانين اللهم لك الحمد الله ينوركم الله يعلي درجتكم الله يخليكم ديما الفوق الفوق يا ربي الله يسهل عليكم الله يجيب لكم الرزق اوليداتي راكم عزاز وغاليين والعقبه تجيو ان شاء الله ونديروا كل خير كل خير ان شاء الله نديروا ان شاء الله ايوا فاكو محمد راه محيد عنا تمر راه ديما هكا تيدير طيب مسكين لا في العياد ولا ديما هز عنا هذا الهبل الهم ديال الشويان وديال تمره ديال اللحم وديال الله يسهل عليكم الله يعطيكم الصحه النشاط ديال الكرسي هذا النهار وقيله ما خليو ديري والو ما قديتش يا ولدي والله ما قديت راني عيانه وقالوا في البنات ما دابا بقيت غنقطع مع رشيده الحم قالت لك المهم غابوا علي احسن معايا وحنان الله يعطيها رضا هذه معنا اش بغيت تهدر وحنان اش بغيت تهدر قبل ما ناكل الوالد المشاهدين لاباس نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم احنا جينا ندير انا وامي تحدي نشوف يمكن غادي نغلبو يمكن ما غاديش نغلبو ثقة في راسك عندك راه هو خطير فهاد الشيء شوية يمكن اخويا ما غاديش نحشمك ثقة في النفس ثقة في النفس ايوا غادي نفطر معاهم اليوم حيت ديال ليلة القدر ما كنتش معاهم واليوم راني جيت عندهم باش نتكلم معاهم عيطوا لي شكرا بزاف راني عارفه راني دائما معاكم ودائما راكم عزاز وراكم خوتي وغتبقاو خوتي دائما دابا راه انا غادير لك تحديتي مع الوالده اليوم تحدي انا عمري نشوفوا شكون اللي غادي يقدر نديروها في الماكله ولا في الطياب ولا فاش غادي نديروها في الطياب لحقاش الماكله ما تناكلش لا الماكله ما تناكلش اللحم الا كانت دجاج ندير معاك تحدي لا غيجيب لك الدجاج دابا غادي نخليو حنان ونوقفوا عند البنات هنايا ها هما كيصايبوا داك الشيء اللي قال لهم الوالد تيقرضوا هذا اللحم ونتمناو من الله نكونوا ما كنشهيوكمش حنا كنوريو البلاد بحكم ان فيها الخير موجود الحمد لله وداك التاخي بين الاخو وبين الخوت وداك التعامل بين كل الافراد العائله حنا هاد الليله هادي تنكونوا فرحانين وناشطين الحمد لله بحكم العشر التاليين ديال رمضان البنات فرحانين ونتمنى من الله الخير اختي رشيده اخويا ايوا واش بالك الوالد وقال جابت شي بزاف المرات راه البارح حتى وصلنا الذبيحه خويا للدار وقال لك هذا النهار غادي نتزرد انا ونزرد معايا حبابي داك الشيء اللي كان السلام عليكم تحيه للمشاهدين فين ما كانوا فين ما كانوا في الديار الاوروبيه في المغرب وكنقول لهم شكرا شكرا على التعاليق الزوينه ديالكم وشكرا حيت باركتوا لينا صراحه التليفون ما كيتحيدش لينا من 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 الودن كاع واقترحت عليا واحد المشاهده قالت لي بغينا رشيده ديروا لنا فيديو وانتم كتستقبلوا المشاهدين ان شاء الله التليفون كاع على وكنشكرهم بزاف وعواشركم مبروكه والله يجعل سيدي ربي يدخل عليكم هذا العيد بالصحه والسلامه وطول العمر وباش كتمناو وصراحه راه كيما كتبغيونا راه حنا كنبغيوكم وكنشكر كاع اليوتيوبرز اللي صوناو علينا وباركوا لينا على قبل الكود
وكنقول لهم انتم بالتوفيق ان شاء الله في مسيرتكم المهنيه. وشكرا اخويا الحسن على هذه الكلمه. ما تتمنوا بخاطركم. احنا غنكملوا شويه ديال الحمشه. يلاه نخليو خلاص حفصه ونخليو رشيده غيكملوا العمل ديالهم بحكم الوالد تيقول لهم الحال راه مشى يكملوا التقطاع ديال اللحم ديالهم. وغادي نخليو حنا كاع افراد العائله دابا يتخلصوا معاهم في الكوزينه هذه المسائل ديالو هذا النهار وخليكم معنا ان شاء الله نبدا نعرف الشوية. لا ما صافي هذه بعد تما هي. يلاه نخليكم يلاه حسن فيما وعدناكم رجعنا دابا غادي نشوفوا التحدي بين بول حجوي وحنان. قضيه هما فيها غادي نشوف شنو غادي يعمر مع ديال واشي بالك فاطمه شكون غلب واش تجي خويا السلام بعدا المشاهدين ديالنا واش تقولوا مع عمي هو الفائز اليوم هذه الحلقه هذه فاز عمي هذه ديال هذه عليا هذه ديال 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 هذه اسيدي الله يعطيك الصحة وصحة. أنا شوف الشغل ديالك خير من عندك. والي 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 وحناني والي والي والي. والله لا غادي تشوف. ما عليا ليه بعدا ما شفنا من ديالك. اه ما حيت هو. لا 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 حنان. حنان كلهم فاش غنديروا مع الشوية كلهم يتفرجوا. يا حنان ياك ما غنديروا. ماشي بالك الويدا شكون اللي غادي يغلف هاد الجوج هادو؟ نعرف اودي هاد الفات اللي غادي يغلف. وايه. باينة يا حنان باينة. دابا شحال الفات شحال؟ والوالدة؟ حنان وحيلة دارت بحرا الجوج اللي تتعمر. الوالدة الوالدة طق والسكوت ما تهضرش كاع. اه والو. يلاه يلاه. ولا طق. اسيدي الله يرحمك. ديروا لي ديالي انا بلا شحمة. دابا غير اللي غادي يعمر شي حاجة ياكلها. الرابع الله يعطيك الحمصه والله لا تشفاتي مازال مازال والله حنان عين وريك بعد ديالي ديالي ها هادو ديالي اللي منهنايا ولا شتهز ديالي هذا بعد ما تيجي الرابع يلا يلا غير كمل يلا شوفوا التحدي يا صاحبي زين التحدي ان شاء الله والفائز والفائز هو بعض على بعض بعض واصافي لنا الفائز صافي انا هذاك الحكم الحكم ساكن الحكم غياخذ سته الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك سيدي الله يعطيكم الصحة حنان والله لا ما سهلة بلا حنان. لا حنان لا تدير لو. اه حنان الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها. عرفتي هذا سميتو مسكينة كتما هي الله يرحمها تنديروها الوجبة بحال هكا الصباح وجات تالي وتمشي تهز الصلاة تاكلها تجي فيها واحد المكان تجي زوينة فيها المعدنوس فيها العطريات فيها. انا بالخبز بالنسبه انا طلب ديالي ليها قالت لي عفاك اختي بغيت هذه بلا مع القطبه تعجبني دابا غلبني لحقاش هو ولف انا ما ولفاش كاش عصارك حنان المهم انا شوف غادي نقول لهم بحكم اول مره نعمر القطبان درت معاه التحدي ساعه راهو حنان بحكم حنان بنت وداك الشيء ما غادي نعمروها واخا كانت ناقصه الطيب ماشي مشكل ما غاديش نعلمو على الواد اللي هو الفائز نعلمو التعادل وصافي وغادي نخليهم يساليو هاد التعمار ديالهم ونشهيكم شنو المشاهدين حكم البلاد عندنا الحمد لله غير فيها الخير موجود وكنحاولوا نشاركوا في هاد الحمولة وغادي نشوفوا حفيصة الله يحفظها شنو تقولي لنا يا سيدي؟ تحية للمتبعين ديالنا داخل المغرب أو خارج المغرب وشكرا لكم دابا على التعليق الغزالة ديالكم إوا صراحة القطبان ديالك راه كيجيو غزالة راه مكانش اللي غيقدر عليه في القطبان كيجيو بنان صراحة يدي بنينة الصراحة وأنا أنا طحنت الليمون غنديرو مع الخوخ هاد المرة والله ديما دانون ديال الفاني عندنا إي لا ضروري ديما كنسمو
في دار المسرح كيجي العصر حتى هي راه من المعجبين ديال دار المشاكل انا هما شاي وكم شاي والله حسن يا ربي قنعكم اولادي اش كانوا تقصوا شويه نظيفه شويه ديال الدماغ البحر مدينه جينا ما ندوروا في حوايج مدينه انا روطاج تخلت علينا الصراحه في الحانوت ما لقيتوش حتى هذيك ديال ديالنا شويه ولا ديال وينه ما اشنو قلتي حنا نشات السيد غلبك انت مازال كتعمري وقع من بلاد دابا انت كتعمري راه قلتي عيني ها وداكشي راه دايرها وحده حاجه بدا عوجا ها مشي فينا لا 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 ورا خيركم في داركم غير نبغيو نشاركوا معكم وليداتنا كل شيء وبنياتنا الله يسهل عليكم والله يعطيكم الرضا والله يهون عليكم وراكم عزاز وغاليين وراكم كنقلبوا وليداتنا المهم غادي ندور معكم واحد الوحده هنايا نخلي الوليدات هاد البلديه وجدتو من عند الجواد من هكا من الدواور والحنا هو ان شاء الله على حريقين خا غير تعطلوا علينا شويه نبداو هادشي هذا بعد على ما ماشي مشكل ماشي مشكل مش الحوار عند عند تيتي شكيليره انت اخويا الشليطه عادي بالروز وشويه ديال الفلفل والطون والمايونيز راك عارف مع خوتي الحم الحم ما خصناش ديما ناكلوا الحم واخا عمي راه كي كيما قلنا الفريد العروسه الجديده ديال بوحدي ماشي انا كي ساند العصير وصافي الله يعطيها الصحه تاع الحمام حنا المشاهدين ديالنا خويا الحسن قابلين علينا غير بويس داسين نحاولوا نشاركوا مع المشاهدين المغاربه ديالنا الاجواء ديال الضيوف المغربيه ونتمنى من الله يعجبكم هادشي تنقدموه مع الوالده والعريسه تبدا بهم وختي حنان الجارع بلوة والدرويشه والوالد الشاطي ما كاينش بحالكم خويا الحسن اليوم كما كنعرفوا ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر بغينا الرميمه ديالنا تدعي معنا وكلشي المسلمين عامه هازين كفوفهم السماء وكيصليو الهدايه لله وكنتمنوا ان ربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله ونعيدوا بخير وعلى خير وكنتمنى تدعي معنا الميمه دائما ربي يسهل عليكم ابنيتي الجميع وليداتي ربي يجيب لكم التيسير ربي يهون عليكم ربي يجيب لكم شي خدمه جديده ربي يجيب لكم شي صحيحه جديده ربي يجعل يعفو على اللي مريض ربي يجيب لكم شي خدمه يا ربي راني تدعي معكم ليل ونهار ربي يسهل عليكم اللي ما تولش ربي يسهل عليكم الله يهون عليكم وراكم عزاز وغاليين راكم عزاء الله يجعل ربي يهز علينا هذا المرض الله يرفع علينا هذا المرض يا ربي ودي ربي الطريق ان شاء الله ودوزوا وتجيو عندنا الله يسهل عليكم وما يجيب لكم شي رزيق وليداتي الله يهون عليكم يا ربي شكرا بزاف المتتبعين الغاليين ديالنا ويمكن دابا نقول لهم راشده سلامه يا ربي سلامه عليكم